السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في رياض ومدارس الوطن العربي. درسنا اليوم عن المهن وسنتعرف عليها الآن. كان الإنسان قديما يعمل أعمالا بسيطة، والحياة أصبحت تحتاج منه أعمالا أخرى حتى تساعده في حياته. ومع مرور الوقت بدأ الإنسان بالتطور عبر الزمن، وأخذ بفصل الأعمال عن بعضها البعض، فأصبحت لدينا المهن المختلفة مثل الطبيب، المهندس، النجار، الطيار، الخياط، المعلم. الطبيب يعالج المرضى والمصابين ويساعدهم على الشفاء ويعتني بهم. المهندس يعمل على بناء البيوت وتصميم العقارات. النجار يصنع لنا الآثاث من الخشب مثل الكرسي، الخزائن، والأبواب. الطيار يقود الطائرة ليوصل المسافرين من بلد إلى بلد آخر. الخياط يصنع لنا الملابس بأشكالها وألوانها المختلفة. المعلم يعلمنا مختلف أنواع العلوم من القراءة والكتابة والمعرفة المختلفة. وعلينا أن نتعلم من الآن يا صغاري كي نختار مهنة مناسبة لنا ونطور أنفسنا بها. وأنتم، ما هي المهنة التي تفضلونها وتتمنون أن تعملون بها؟